زيارة مرتقبة لوفد عماني وسعودي إلى صنعاء. وإلى التفاصيل، كشفت مصادر عن زيارة لوفد عماني وسعودي مشترك إلى صنعاء خلال أيام. وقالت المصادر إن زيارة الوفد العماني والسعودي إلى صنعاء ستكون لتقديم عرض أمريكي لإيقاف عمليات رواد صنعاء في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن إسنادا للشعب الفلسطيني في غزة. مضيفة أن الأمريكيين وضعوا شروطا مقابل تنفيذ خارطة الطريق للسلام في اليمن التي توصلت إليها صنعاء مع السعودية بوساطة مسقط. أشكركم على حسن المتابعة والإصرار، ولا تنسوا التعليق والإعجاب على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.